مرحبا والله يسعدك، اوقاتكم كل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل كب كيك. هذه من الوصفات اللي كثير بحبها. راح نحتاج الى علبه من دانون اللي هو اليوغورت، اي نوع تحبوا حتى لو على النكهات مو مشكله. هذه العلبه حجمها 125 جرام، اللي عنده الحجم الكبير ياخذ منها 125 جرام. هي يطلع لها نص كوب حبه واحده بيض، ملعقه صغيره من بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج صودا، شوي قرفة، تلت الكوب من صلصة الكراميل، كوب واحد من الطحين. عندي هنا حبتين من الموز، الموز هو قشرته سودا بس لساته قاسي. شوي لوز فيليه للزينة، جوز اللي هو القرقع، الكمية حسب ما تحبوا ما هي محددة. ملعقتين زيت، والشوكولا نفس الشي لأنه بتكون جوات الكب كيك، بنحط الكمية اللي نحب، مشان هيك أنا ما حددت لها. راح ابتدي خلط الكب كيك. احسن شيء بهذه الوصفه انه سريعه مو مثل الوصفات الثانيه، يعني راح نخلطها بالايد فقط، ما تحتاج الى خلاط كهرباء. حطيت هنا اليوغورت، راح احط عليه الزيت اللي هما ملعقتين، اللي يحب يستبدلهم بزيت الزيتون يستبدلهم بيطلع طيب حتى هو. حبه البيض، هذا الكراميل، متأكد اننا ناخذ كل الكمية. طبعا احنا هون مستخدمين صوص الكراميل منشان النكهة وكمان منشان يعطينا الحلاوة، لانه مثل ما انتم شايفين ما حطيت سكر، رح نعتمد على حلاوة صوص الكراميل وكمان الموز. هذه رشة القرفة، ثم رشة الملح مثل دائما. طبعا نخلط هدول كتير منيح، بس نشوف ان البيضة دخلت بالمزيج خلاص، ما يحتاج الى خلط كثير. خلاص كده صار جاهز. هلا راح انزل عليه بالطحين اللي هو كوب واحد، وهذه الملعقة الصغيرة من البيكنج سودا. اول شيء طبعا نخلط البيكنج سودا كده من فوق، ثم ندخلها بالمزيج. بس نشوف انه الطحين اختفى خلاص، ما يعني ما نجلس نخفقها كثير. خلاص كده جاهزه. طبعا نشيل المضرب. الان بنضيف الموز، عندي الموز قطعته عملت كوب واحد كده. طبعا احنا شلنا المضرب لانه اذا خلينا المضرب بيتخلينا الموز في اسنان المضرب، فبيكون صعب علينا شوي بالاخر لحتى نشيله. عندي هون الشوكولات رح خلي منه شوي، حابه احطه على الوش. خلاص هنا بس نحرك لحتى تمتزج كل المكونات بالمزيج. مثل ما شفتوا جدا سهله. طبعا الفرن على درجة حرارة 350، بنحطها ربع ساعة ونشيك عليها. هلا بنحطه بالقوالب، ومثل دائما لتعبئة القوالب بشكل سريع وبنفس الكمية نستخدم ملعقة الايس كريم. انا ماني متذكرة كم تعطيني هالكمية من حبة، فعبيت القالب كله. هذا حق 12 حبة. بعد ما حطيت القوالب كلها طلعت معي 12 حبة، بحط شوي من الشوكولات زي كده. ثم اللوز الفيلي، احب اللوز الفيلي بالتزيين، بيعطينا نكهة اللوز الطيبة، وغير كده بيتحمر فبيكون مقرمش كده ونحنا ناكله. انتو بتشوفوني انا كتير استخدم المكسرات في بعض الوصفات، بس هي مو ضرورية بعض الاوقات، بس انا احب اضيفها لحتى يعني ازيد الشي اللي جالسة اعمله فوائد اكتر غذائية تكون فيه. لهذا يعني منكم مجبرين بهذه الوصفة مثلا انكم تحطون جوز او اللوز الفيلي، حتى من غيرهم تطلع طيبة. بس مثل ما اقول دائما زيادة الخير خيرين.
اوكي خلاص، انا كده حطيت عليهم كلهم اللوز. هلا رح احطه بالفرن مثل ما قلت على درجة حرارة 350 بالاول، يعني 15 دقيقة او 12 دقيقة، واشيك عليهم لانه بتعرفوا الكب كيك ما بياخد وقت كتير. هذا هو الكب كيك بعد ما جهز معي، اخذ مني تقريبا 17 دقيقة من الفرن من تحت لحتى طاب استوى، ودقيقتين من فوق تحمير. طبعا الوقت دائما على حسب فرن الواحد، كده بيطلع شكله مثل ما انتم شايفين. صراحة وصفة كتير حلوة، ومثل ما سبق ذكرت انا كتير بحبها. هذا هو شكله من جوا كيف بيطلع، شايفين هون عندنا قطع الموز، استغفر الله، طبعا والجوز. وصفة كتير حلوة وكتير صحية. في مرة واحدة سبق وسألتني قالت لي آمل انتي تعملين كيك وتقولين صحي وفيه زيت وطحين وكذا، الموضوع جدا سهل. مثلا احنا بالكيك اللي قبل الكب كيك العادي لحتى نعمل 12 كب كيك حجم تقريبا كبير نحتاج لأقل شيء كوبين طحين. مثلا بهذه الوصفة نحط كوب طحين بس، والكوب الثاني عوضته بالموز. الزيت مثل ما شفتوا ملعقتين بس. صح انا مستخدمة الكراميل اللي هو هيدا معمول من السكر، بس مقارنة مع بعض الوصفات اللي تاخذ يعني كوب كامل من السكر تعتبر هذه تلت كوب، يعني رحمة من رب العالمين. غير كده بنكون ضايفين نحن اشياء صحية للكب كيك، فحتى اذا كلنا وحدة ما بتكون كلها بس زيت وطحين وسكر، يعني هون الحكمة. فوصفة كتير حلوة، ان شاء الله تجربوها تعجبكم. الله يسعدكم يا رب، وثانك يو، باي باي.